بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التمسك بالجماعة. أخبرنا أبو رجاء العطاردي: سمعت ابن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية. هذا الحديث صحيح، رواه مسلم. ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر. من تأتي موصولة بمعنى الذي، وتأتي شرطية بمعنى قولك من فعل كذا فله كذا، متى حصل كذا حصل كذا، من قام فمن ومتى وإيانا، وأدوات الشروط تستلزم أن يكون لها اسم شرط وجواب شرط. هنا يصلح لها الأمران: شرطية وموصولة. والشرطية والموصولة تتعاقبان، ولذا جيء الجواب بالفاء: من فعل كذا فله كذا. هنا جزاء وجواب. من رأى شيئا يكرهه من الأمير الجواب فليصبر. ومن من أدوات العموم، أدوات العموم بمعنى أنها لا تخص أحدا دون أحد. كل من صلحت له هذه الشرطية فهو داخل في الحكم: الأحرار والعبيد والنساء والرجال، جميع المكلفين حصل لهم كذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر إذا رأى شيئا يكرهه. الصبر يا عبد الله لا يكون إلا على وقوع أمر يتألم منه المرء. التألم قد يكون قلبي وقد يكون بدني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الصبر على الرؤيا، لأن الرؤيا أحد منافذ العلم للبشر، لعقل الإنسان. الإنسان كيف يكتسب العلم؟ إما بالرؤيا أو بالسماع أو بالإحساس، هذه منافذ العلم. الرؤيا يعني رؤية البصر أقواها ثباتاً وأقواها تحقيقاً للأمر، بخلاف السماع. السماع يحصل له خطأ، ويحصل أن يكون مجازاً، ويحصل قد يكون إنما سمع عن طرف آخر. الإحساس دونه في القوة، لأن الإحساس قد يكون قلبياً وقد يكون بالجوارح.
لما كانت الرؤيا أقوى موارد العلم لصدر الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الكراهة في قوة العلم، أي من علم، لأن الإنسان لا ينبغي لمن سمع هذا الحديث يقول أنه صلى الله عليه وسلم علق الصبر على المكروه، إنما هو من رأى، يعني من سمع ومن أحس. الإحساس قد يكون وجودي، بمعنى أنه يلحق البدن، أخذ ماله، جرد عن حقه، طرد من مسكنه. وقد يكون الإحساس بالقلب، أحس أن مكروها سيقع وهو لم يقع. فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى، أي في قوة من علم، من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا نكرة. والنكرة إذا جاءت في سياق العموم أو في سياق الاستفهام أفادت العموم، العموم بمعنى أنه يعم جميع الأشياء التي يكرهها في بدنه، يكرهها في دينه، يكرهها لأنها تلحق شيئاً من جيرانه. كلمة الشيء تعم الصغير والكبير، وبعضهم يجعلها حتى غير الموجود. الصحيح أنها إنما تطلق على الأشياء الموجودة. من رأى شيئاً يكرهه حتى ولو كان فيما يتعلق بالدين، أما في الدنيا فينبغي له كذلك، وأما في الدين إذا بلغ حد الكفر لا يجوز السكوت عليه، وإن بلغ من المعاصي ولو كانت كبيرة أمر صلى الله عليه وسلم بالصبر. المخاطب جميع المكلفين الذين هم تحت قيادة مسؤول. الأمير يا عبد الله لا تظن أنه الحاكم الكبير، لا، يطلق على كل من تولى إدارة أمر جماعة من المسلمين، حتى ولو كان رئيس قوم في سفر أو في انتداب، أو أنه على جهة مسؤولة كبيرة تحتها رعايا فهو أمير. والإمارة معناها أن بعضاً من البشر يخضع تحت إمرة هذا، افعلوا أو لا تفعلوا. فلما قال صلى الله عليه وسلم: لا تظن يا عبد الله أن هذا خاص بأمير القوم كلهم، بأمير الجماعة كلهم، يتعين على، لأن الحاكم الأول لا بد له من أعوان، وهؤلاء الأعوان ينوبون عنه. فمن كان أمير قرية أو أمير فوج من الأفواج كما هو الحال في القبائل، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن رأيت ما تكرهه ولو كان مخالفاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطيعه يا عبد الله. ولو كانت دولة فتحت خمارة، بيع الخمر كبيرة من الكبائر إن لم يستحلها الفاتح. اسمع يا عبد الله القول، لأن بعض من يسمع القول إما يحرفه أو يسيء سمعا له. فتح الخمارة، قد إن اعتقد أن هذا حلال فهذا كفر، ولو أعلن ذلك لا ينبغي للمؤمنين السكوت عليه. وإن قال فتح الخمارة وسكت، فمن فعل ذلك فهو آثم مرتكب كبيرة. فإن كان صاحب الشوكة، إيش معنى صاحب الشوكة؟ بمعنى الحاكم الذين له أعوان يعجز المطيعين له من الأفراد أنهم يزيحونه ويأتون بآخر لا يقدرون،
وإن فعلوا فإنما هو سفك دماء. أمر صلى الله عليه وسلم بالصبر. أنا أضرب مثال من باب أولى، إذا قيد المباح قال لا تصيدوا هذا اليوم، هذه السلع لا تستوردوها، هذا النوع من كذا إنما هو متاح لفئة من الناس. هذه الأمور لو تفرد فيها الأمير لأجل مصلحة وحده ينبغي أن تصبر أيها المؤمن، لكن الله يقيض أقواماً لا يصبرون فيفعلون ما يفعلون. أنا أتكلم بهذا بعد أن تعلم أن عدل الله عز وجل في الكون، وأنه لا يجري في الأمة إلا ما أراد. لا تظن يا عبد الله أن فلان اعتدى على فلان كما يفعل الناس في هذه الدنيا في غيبة الأمير أو تحت مرآه، لأنه قد يفعل المنكر ويهرب، وقد يفعل المنكر ويختفي، وقد يفعل المنكر ويعلم الأمير أن فلان، لكن يعجز عن القصاص لأمور يراها، كما فعل علي عليه السلام مع قتلة عثمان. هم دخلوا عليه البيت وقتلوه وكانوا بضعة مئات، جابوا أوباش من مصر وهيجوا الناس وافتروا على عثمان، مع أن رجال الصحابة، كلمة رجال يا عبد الله إذا أطلقت في مثل هذه السياق معناته أناس لا يقبلون الضيم والمنكر، كما قال سبحانه وتعالى لما أخبر الله عز وجل أن نوره يهبه لمن يشاء، لأن نور السماوات والأرض يعطيه لأناس في مساجد يذكرون الله، قال فيه رجال، أي فيه مو رجال معناته الذكور ضد الإناث، أي فيه أناس إذا رأوا أن الله يغضب لذاك العمل لا يسكتون. فيه رجال في المدينة، لكن عثمان قال لا تفعلوا ذلك. بايع المسلمون عليا، ودخل هؤلاء الأقوام تحت من بايع علي، فقام فئة من الناس من أكثرهم من أهل الشام طالبوا القصاص وإخراج القتلة. هؤلاء القتلة ينتمون إلى قبائل، ولا بد من استتباب الأمر للحاكم، بمعنى كلهم يعطونه السمع والطاعة. طلب من الناس السمع والطاعة فأبوا هذه الفئة، قال حتى تقتص، قال لا يمكنني القصاص من هؤلاء حتى تدخلوا في الطاعة، لأنه لو قال هاتوهم لانقلبت عليه القبائل. أنا جبت هالمثال لأجل أن تعلموا أن ما قلته أن بعض الأفراد قد يأتي بمنكر والحاكم قد يراه لكن لا يرى من المصلحة القبض عليه ذاك الحين، لأنه اندس بين كذا أو ذهب إلى كذا. الشاهد أن هناك أناس قد لا يرضون بشيء من الاستئثار في الدنيا، ما يقبلونه للحاكم، ولذا قال للأنصار اصبروا، يعني أنكم ستجدون بعد أثرة، الأثر يعني التفضيل، غير صاحب الحق على الحق، يؤثرونهم ويجردونكم عن حقوقكم. قال اصبروا لا تخرجوا لا تفعلوا ذلك، ووصاهم بهذا لعلمه أن بعضهم قد لا يصبر، وهذا ما تشاهدونه. والإنسان قليل التذكر يفوته ما يحصل، وإلا هم يرون ماذا يجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا، لا يصح الخروج عليه، الخروج عليه بمعنى عدم السمع والطاعة. أمر بلزوم الجماعة، وإن أخذ مالك وإن ضربك
هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. لما أمر بذلك وأمر بالصبر على ما تكرهه، لأن الصبر في هذه الحالة أمر فيه مصارعة للنفس، الإنسان لا يقبل الظلم عادة ولا يقبل الظلم، فإذا رأى أنه عجز قد يستسلم، فالمكر داخل في صدره متى يثأر. لما أمر بالصبر علم صلى الله عليه وسلم أن أموراً ستجري وأن أناساً يعجزون عن ربط خواطرهم وتهدئتها، فلما كان ذلك غاية ما يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أمرهم بالصبر. علموا أنه رسول الله وهم قالوا نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد الشهادة يا عبد الله بمعنى أن يعترفوا ويقروا ويعملوا بموجب الاعتراف والإقرار أنه رسول الله، فإذا جاء من قبل الله الواحد القهار الجبار يجب إطاعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أمرهم بالصبر، ولا ينبغي لمرء أن يفعل ذلك إلا من نزغات الشيطان، لأن هوى النفس ونزغات الشيطان لا تدع المرء يصبر. فأمرهم بالصبر على ما تروا من كراهة، لكن لا تفعلوها إذا كان مما يخالف أمر الله. فإذا رأيتم أنه فعل أناس في عهده وتحت إمرته مما تروا أنه منكر لا تفعلوه، ما أجبركم على فعله، لأن من خرج قال هذه صور ويقوم بتكسيرها، أو قال هذا اختلاط فمنع الناس من دخول الحرم، أو رأى أمراً هي مخالفات، لكن من فعل ذلك وأراد إنجاز أمر الله بقوته كأنه يقول نحن لا نطيعك. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس سترد عليكم خواطر تعجزون عن دفعها، وسيتولى الشيطان وهوى النفس على إزاغة هذه القلوب عن موضعها وتحريكها، ويقول صلى الله عليه وسلم اصبروا. لما تصبر يا عبد الله إما أن تكون المظلوم المسلوب حقك، أو أنك تجاوزوا عنك إلى غيرك ممن لا يستحق أن يكون، ما يدعك الشيطان، لابد يحرك لك كوامن، ثم يعينه شياطين الإنس فيزيغونه ويحرضونه ويهيجونه. فأخبر صلى الله عليه وسلم بالصبر. الصبر درجات، ليس المعنى أنك فقط لا تنخلع من الطاعة، تقوم تحمل السيف وتلجأ إلى الجبال والوديان وتجمع الناس، هذا أمر خطير، لكن أمرك بالصبر يا عبد الله إذا رأيت ما تأتي إلى أقوام تقول كيف يفعل هذا، وكيف حصل أن فلان يصبح مسؤول وهناك من هو أحق بهذا الكلام يا عبد الله. وإن كانت كلمة عادية، لما أمر الله عز وجل بالقول الحسن وأنك تخاطب جليسك بكلام طيب، الله عز وجل قال إن الشيطان ينزغ بينهم، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، بمجرد ما تقول هذا الكلام كأن ذاك الجاهل المستمع إليك يظن أنك ما تخبر به مستند إلى حديث أو آية، فيشيع هذا الخبر، لم تصبر يا عبد الله. ومن جزع بدأ ينادي أو يلمز أو يكتب في الصحف
وهو ممن أثار الشغب، وهو ممن توعد الله عز وجل أن يطفيه، لأن كل من سعى في مثل هذا لو استقرأت التاريخ لوجدت أن مصائر هؤلاء كمصائر قتلة عثمان، الله عز وجل صفاهم واحداً واحداً، لقوا من بؤس الحياة وعذابها قبل الآخرة. النبي أمرك بالصبر، اسأل الله حقك واعطهم حقوقهم. بعض الناس يسأل حق، اللهم عوضني، اللهم بارك لي فيما سلب عني، أخلف كل غائبة لي بخير، اللهم عوضني على بلائي وما على ذلك. وقد يكون يقول اللهم ابدلنا بخير منه. هذه إن صبرت فإن الله عز وجل يعلم ما يجري في الكون، وما حصل من هذا إنما هو لأجل استحقاقك لذلك أو رفع درجاتك، لأن فيه ابتلاء. كل يدعي الإيمان وكلهم يقول أنا أستحق ذلك، لأن الله عز وجل حتى الآن لم يبتلي، ولا بد من ابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما يمكن يا عبد الله أن يدخل الجنة إلا بعد تمحيص وإثبات أنه مؤمن حقا، لا بد من بلية. الله عز وجل قد تمر البلوى لأن أناس ماتوا قبل فرض الجهاد وقبل فرض إظهار الدعوة، هؤلاء عافاهم الله من تلك البلايا وتلك المحن، وأناس عاشوا فعاصروا فامتحنهم الله عز وجل بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحصل من وراء ذلك ضرر، هذا الضرر يكشف دخائل الناس وما في صدورهم، لأن الفتنة تمحص. الفتنة قد يكون عذاب، قد يكون ابتلاء، إما بأيدي الناس أو بأيدي البشر، أو مصائب تنزل من السماء لا قدرة للعبد على دفعها، هذه هي التي تمحص. كما أخبر سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، وعنده إيمان أخذه من مجارات القبيلة أو المدينة أو الأهل، يصلي كما يصلون، يعرف أن الله موجود وعلم أن هذا رسول الله، لكن لم يستقر الإيمان في قلبه، حتى إذا مرت أقل فتنة اضطرب منهم، والعياذ بالله، من ينتكس. فإذا وجد أن أقواماً أغروه بأموال انقلب إليهم، وإذا جاء زحف وعلم أن المصيبة داخله، كما أخبر سبحانه وتعالى عن أقوام في المدينة في وقعة الأحزاب، يقول سبحانه ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي لو جاء العدو فزحف فدخل على المدينة من منافذ الدخول، ثم سئلوا الفتنة، طلبوا منهم أن يتحولوا عن هذه العقيدة يكونوا شيعة ولا غيرهم، لأتوها، والقراءة الأخرى لآتوها، أعطوها، يبقوا النجاة والمال والأحزاب. إذا كان هذا موجود من قديم فاعلم أنه لا بد من ابتلاء، ولا بد لهذا الكرب أن يزول، فإن ما في كرب يدوم يا عبد الله، حتى المسحور لا يظن أن هذا ثابت، لو استقام ورجع إلى الله لأزال عنه ذلك. صاحب عين والمسحور والمصاب ومن به آفة، ولو كان من أهل الزمن، الرجل الزمن بمعنى أنه أصيب بأمر يعجز
عن تلبية مطالبه، لا يستطيع المشي، يعجز عن تناول طعامه، لا يستطيع اللباس، لكن هذه الكروب يكشفها الله عز وجل، فإن لم يكن كشف فإن الله يعطيه إذا علم صدقه الصبر واليقين حتى لا يحس بما يجري له، كأنه راض بما فيه. الشاهد يا عبد الله أن الصبر درجات، وأن أعلاها ذاك الانشقاق، وأدناها أنه يخرج من ذاك المجلس ويتكلم، أو بعدما يسمع أنه حصل كذا يقول ليه ولما، أي كأنك يا عبد الله تسمعني لا تقبل بهذا الوضع، وهذا عدم صبر لم يدخل تحت أمره صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، هكذا في كتاب الله، والله عز وجل لم يقول تهتدوا أي تصيبوا الحق، لا تظن الكلام ذا جاء من باب الخيال وترغيب المؤمنين فقط، هذه خداع، الله عز وجل صادق الوعد، ما يقوله فهو حق. اسمعوا الحديث أخرى، اقرأ يا عبد الله يا شيخ. والله وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية. فليصبر، هذا جواب الشرط، فإنه ليس أحد يخرج عن الجماعة، هذا من باب التعليل. العلة معناها سبب وجود هذا الحكم، يعني الرجل تقول من فعل كذا فله نصيب من هذا، إما أن تقول لأن ذاك الفعل يستر عيوبا كثيرة ويجبر قلوبا منكسرة ويكون فيه صلاح، فتقول لأنه كذا، تبين هذه العلة، وأحيانا لا تذكر العلة، إنما تذكر علة العلة، كما هنا في الحديث لما قال فليصبر لم يقل صلى الله عليه وسلم من لم يفعل حصل يريقت دماء وشردت أسر ومنع الطعام فجاع الناس، هذه هي العلة، فلم يذكر صلى الله عليه وسلم تلك العلة، وإنما ذكر ما ينجم عنها وهي السبب التي هي علة العلة. قال من فارق الجماعة فمات وهو في تلك الحالة، ما قال هو كافر، ليس هذا من درجة الكفر، لكنه كبيرة من الكبائر، لأن تشريد الناس وتهييج أمورهم وقطع سبل الخير عنهم، هذا رجل لا يريد للأمة خير. فلما يقول صلى الله عليه وسلم اسمع يا عبد الله، قد تستغرب ما تقول لكنه الحق، لا تجد حقا غيره، لا تكن ثقافتك مما تسمعه من الجرائد وما تسمعه من تلك الآلات وما يلقى عليك حتى يمتلئ القلب من هذه المعاني الباطلة، لأن القلب وعاء لا بد أن يحتوي على شيء، فإذا لم تكن ثقافة ذات أصول دينية صحيحة واردة من الكتاب والسنة إلا ولابد أن تملأ بهذا الباطل. فلما تسمع كلام لم تسمعه من قبل على هذا الوجه في القلب زيغان وتأتي خواطر، إما أن تتهم القائل أو تقول هذا ليس بصحيح أو تبقى في حيرة، لأنه لو كان إنسان عنده أصول من أول ويميز الحق من الباطل ما حصل له ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم فليصبر، فإنه ليس من أحد يخرج عن الجماعة إلا مات ميتة، لم يقل موتة، الميتة اسم الهيئة، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ما قال الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ولم يقل القتلة،
لأن القتل معناه وحده. فإذا قلت قتل عن الهيئة، اسحب الدابة التي تريد نحرها أو ذبحها برفق، وهيئ لها الشراب، لا تشحذ السكين أمامها، بل يكون في غير ذلك، لا تفعل كما يفعل هؤلاء السلاخين والذباحين يجرونها بسلك معدني يجرح الكائن الحي. ما في القلب رحمة، لأن من ألف على فعل شيء يفقد هذه المعاني في الغالب. كل من زاول مهنة فيها نوع من شقاء وشدة كرعاة الإبل، فيه من الغلظ عجيب وفيه من الجفاء عجيب، فإذا خاطبوك خطابا يقل فيه الأدب وفيه صراخ وعلو وارتفاع، انظر إلى رعاة الغنم. الشاهد أن فعله اسم للهيئة، ميتة أي أن موته كموت الجاهلي الذي لا يخضع لأمير عام، وأهل الجهل حين يموتون ليس موتهم كموت المتقين، هذا يسل روحه برفق وتأتيه البشارة في الدنيا قبل أن يذهب روحه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يأتيه هذا الأمر فيخبر ويبشر فيحب الاستعجال، كأنه يقول لملك الموت عجل. الإنسان لا يرضى، لأن أشد ما يلقاه المرء حين الموت هو نزع الروح. وهذا لما رأى البشارة من باب الاطمئنان ويرى ما أعد له من كرامة لا يحسب ما يجري عليه، قال هذا ميت ميت جاهلية. هذا الكلام حق، وقوله صلى الله عليه وسلم صدق، مو مجرد التخويف، إنما أراد أن تمتثل للأمر يا عبد الله. اقرأ ما بعده. وأخبرنا الفضيل بن فضالة أن حبيب بن عبيد حدثني أن المقدام حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطيعوا أمراءكم، فإن أمروكم بما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه ويؤجرون بطاعتهم، وإن أمروكم بشيء مما لم آتيكم به أو آتكم به فهو عليهم وأنتم براء من ذلك، إذا لقيتم الله قلتم ربنا لا ظلم فيقولون ربنا لا ظلم، أرسلت إلينا رسولا فأطعناه يعني بإذنك، واستخلفت علينا خلفا فأطعناهم بإذنك، وأمرت علينا أمراء فأطعناهم بإذنك، فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه براء. أظن يعني الحديث في غاية الوضوح، نقرأه ثانية لأجل أن تعلموا أن الحديث وإن تفرد به البيهقي، إيش معنى تفرد به البيهقي؟ أي أنه لم يرد في مصادر أخرى، وليس الحديث بكذب أو موضوع، ما وصل لهذه الدرجة. كمن تولى إمامة المسلمين في الصلاة، دخلت مسجد من المساجد ورأيت الإمام لا يؤدي حق الله في هذه السنن وشرائط الإمامة، فأنت صلي، ما حصل من خلل فوزره عليك وصلاتك أنت صحيحة. هنا في الإمامة الكبرى أو من خلفه الإمام، قال: فإنكم تأتون يوم القيامة فيسألكم الله عز وجل فتقولون ربنا لا ظلم فيقول الله لا ظلم، أنت أمرتنا بالطاعة ووليت علينا
من وليت فعمل كذا وكذا فاستجبنا لكم واستجبنا لأمرك، فيقول الله صدقتم، لكم طاعتكم أي ثوابها ولهم ما عملوا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يحصل ظلم بين الأقارب بعضهم على بعض، هل من يسكت عن الظلم ولا يتدخل لرفعه عن المظلوم يأثم أكثر من الظالم؟ أعد السؤال يا عبد الله. يحصل ظلم بين الأقارب بعضهم على بعض، هل الأقارب والأنساب والجيران والشركاء لا بد أن يقع حسد من بعضهم على الآخر، لأن الله عز وجل فاضل بين الناس في الأرزاق وفي الصحة وفي العافية وفي المال، ولذا أكثر ما ترد العداوات هي بين الأقارب، أكثر ما يرد الحسد هم بين الأنسباء والأقارب وكذا، لأنهم هم أعرف الناس بدخيلة ذلك وخروجه، يحصل منه ما يحصل. أمر الله عز وجل بالعدل ومراقبة الله عز وجل، فإنها الوحيدة التي تنجيك من مثل هؤلاء وأعمالهم أو مثل الظلم الواقع. وإلا يا عبد الله، كل من أراد أن ينتصر تأتيه العزة والشيطان ينفخ فيه، ترضى بالهون من هذا الصغير، هذا دونك، يعني الصغر قد يكون في السن وقد يكون في الرتبة، أي أنت أقرب إلى العزيز الذي ترثه، هذا بعيد. ويحصل ما يحصل من الفتن، وأكثر قطيعة الرحم هم بين الأنسباء والأقرباء. فإذا حصل ظلم يا عبد الله فاعلم أن ما سلط عليك أحد أمرين: إما أنك تستحق ذلك بظلم سبق منك، أو أن الله عز وجل ابتلاك لأن لك منزلة عند الله لن تصل إليها إلا أن تمر بمثل هذه المرحلة. فما أعز من صبر وسكت ولجأ إلى الله عز وجل. والعاقبة للمتقين، إيش معنى العاقبة يا عبد الله؟ أي أن نهاية الأمر هو لمن استجاب لأمر الله ولم يعصي ولم ينتصر لنفسه. اقرأ. وإذا رأى هذا الظلم وسكت هل عليه إثم؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السكوت عند الناس أحد أمرين: إما أنه يقول مالي وماله، خليني بعيد عن الشر، هذا ما يفعله كثير من الناس، يرون الظلم ويعلم أنه يستطيع أن يتكلم لكن ما يحب أحد يتكلم فيه، يبغى نفسه، يريد من نفسه علوا ونظافة، لا يمس، يقول هذا فيه احتضام للكرامة وعدم توقير. ولذا نحن نمر ويمر إخواننا ونجد من يلعب والناس يصلون، تنهاهم وتقف لأجل أن يكفوا، يمر الناس يقول ماله مال هذا الأمر، دعهم يا أخي. الشاهد فمن رأى منكرا أكثر من ذلك ما يتكلمون، يشوفوا فلان اعتدى على فلان فصدم مركوبه ويعلمون أن هذا كذا، ما يحب يشهدوا ولا يقولوا أنت المخطئ. ولذا يبتليهم الله عز وجل بأمور عجيبة. تعرفون قصة أهل المائدة، الله أهل السبت، الله عز وجل أراد أن يبتليهم فنهاهم عن الصيد يوم السبت، هم يهود، الحيتان تغيب في سائر أيام الأسبوع إلا يوم السبت، تأتيهم شرع، يعني كل سمكة ازدحمت مع الأخرى وأظهرت رأسها، لو مديت يدك
لأخذت من السمك ما شئت، وعلموا أن الله نهاهم عن الصيد يوم السبت، فلجأوا إلى حيل، فشقوا ترع ووضعوا مصائد مفتوحة، فإذا دخلت الأسماك يوم السبت وهم في كمية وعدد كبير، قفلوا تلك الشرع وحاولوا أن يمسكوا بتلك المصائد، قفلوها فلا يخرج السمك، فإذا انتهى يوم السبت أكلوا يوم الأحد ما شاءوا. شم أهل القرية رائحة السمك المشوي، قالوا كيف يوم الأحد ما نحصل السمك، فكشفوا فرأوا ما يفعلون، نهوهم أبوا أن ينتهوا. جاء آخرون قالكم ليه تنهوهم، اتركوهم. الله عز وجل مسخ الفعل قردة وخنازير، لأنه بعد أيام أرادوا أن يشرفوا عليهم، فرأوهم يتباكون، القريب يعرف قريبه لكن لا يستطيع أن يتكلم. الله نجى الناهين عن المنكر ومسخ أولئك قردة وخنازير. وأما الفئة التي قالت لم تعظون قوما الله مهلكهم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون، هؤلاء سكت الله عنهم، دل على أنهم حل بهم من العذاب، ما الله به عليم. يا عبد الله أنت مسؤول، لو سكت فلان وفلان وفلان لانتشر الظلم، ولو قلت هذه لله ونصحت قد يمسك شيء من الأذى، مو الضرر. إيش معنى الأذى؟ فلان يده طويلة وهو يقحم نفسه في الأمور، يدخل كذا، قد تسمع هذا، لكن هذا ما نقص منك شيء، ثم إن الله يعزك على فعلك هذا وينجيك من كروب. فإذا رأيت أن صاحب الظلم ذو بطش وتعجز أنت عن دفعه فلتنكر بقلبك وادعو الله للمظلوم، أما أنك تكون مجرد وتحب أن تكون عزيز، هذا شأن المغرورين وأصحاب البطالة والذين يحبون الحياة. لا بد يا عبد الله من أمر بمعروف ونهي عن المنكر. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.